أشواطنا مستمرة، انطلاقاتنا مستمرة، شوطنا السادس عشر الخاص بالقعدان. مقدمة هذا الشوط والمركز الأول يأتي أيضا على المقدمة وعلى المركز الأول، هذا هو شديد. مبارك بن محمد راعي حلوة الشريفي يقدم شديد في شوط القعدان الصعوبة، ولكن شاهين محمد بسلوم الينيبي، المركز الثالث لحمد بن غانم بن حموده الظاهري يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. الله، شوف الأسماء، شوف الانطلاقات المميزة لوجود هذه النوعيات من القعدان المنطلقة. بن حموده ولكن المقدم ما زالت تحت أقدام مشاهدين الأعزاء. لينيبي محمد بن سلوم لينيبي بن حمودة يتجاوز، والقادم هملول راشد بن عوض بن نصيب السبوسي يصل في هذه اللحظات. بن نصيب بن حمودة مسيطر، بن نصيب راقبا أيضا في تحقيق الفوز والانتصار خلال هذا الانطلاق المميز والإبداع الكبير. بن قناص بن قناص قادم في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق، ولكن شوف راشد بن عوض بن نصيب السبوسي مع هملول مع هملول مع هملول ينطلق في الأمتار الأخيرة ليبدع بانطلاقها الرائعة. تهانينا لراشد بن عوض بن نصيب السبوسي على فوز هملول. المركز الثالث سير بن حمد لسير بن قناص العامري، والمركز الثالث حمد بن غانم بن حمودة، والتوقيت دقيقة و46 ثانية.